إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس. تم خلال الاجتماع استعراض الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية الوطن من مختلف التهديدات وخاصة في شمال سيناء، وأشاد الرئيس بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمنا على التضحيات والبطولات.